وتستعرض معها حصاد 100 يوم من عمل الكتلة البرلمانية. وقبل أن نشرع في حديثنا وفي تلاوة بياننا، أود أن أعرفكم بأعضاء الكتلة. عن يميني المقرر الدكتورة ديمة طهبوب، الناطق الإعلامي الدكتورة ديمة طهبوب، ثم الدكتور نبيل الشيشاني، الدكتور مصطفى العساف، الدكتور أحمد الرقب. عن يسار المقرر الدكتورة حياة مسيمي، أستاذ إبراهيم أبو السيد، أستاذ إبراهيم أبو السيد، والأستاذة هدى العتوم، وقد تغيب لأعذار الإخوة سعود أبو محفوظ، منصور سيف الدين مراد، تامر بينو، وربما يلحق بنا الأستاذ صالح العرموطي. بقي أحد؟ مرة أخرى أرحب بكم ونستعرض معكم هذا الحصاد، فنقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى: لقد جاءت مشاركة كتلة الإصلاح النيابية في المجلس النيابي 18 نتيجة لتجربة فريدة للتحالف الوطني للإصلاح الذي شكل من حزب جبهة العمل الإسلامي مع رموز وطنية وشخصيات سياسية من مختلف مكونات الشعب الأردني، التي تلتقي على القواسم المشتركة والمصالح العليا للوطن والشعب والأمة. لقد فوجئ البرلمان قبل بداية انعقاده بإعادة تشكيل الحكومة من قبل دولة الدكتور هاني الملقي في خطوة استباقية لقطع الطريق على أي حراك نيابي قد يكون للبرلمان دور فاعل في تسمية أو ترشيح رئيس الوزراء، الأمر الذي أعطى رسالة سلبية ومؤشرا غير مريح نحو التعامل مع البرلمان واحترام إرادة الشعب كمصدر للسلطات الممثلة بمجلس النواب. فكانت هذه أول قنبلة ألقيت من قبل الحكومة في ساحة البرلمان. وأما القنبلة الثانية فكانت اتفاقية الغاز، مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، والتي وجهت بالرفض القاطع منا ومن غالبية أعضاء البرلمان، وأعلن استعدادنا للذهاب في وفود برلمانية للدول الشقيقة المزودة للغاز بديلا عن الكيان الصهيوني، والذي حذرنا من مخاطر تسليم أمن طاقتنا واقتصادنا له. وفي أجواء الإحساس بالمعارضة الشديدة لتلك الاتفاقية، فقد قام رئيس الوزراء بتبرير عدم عرضها على البرلمان مستندا إلى تفسير قانوني يعود إلى 60s القرن الماضي، مفاده أن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات لا تعرض على البرلمان. وكان هذا مثار التندر والسخرية، فشركة الكهرباء الوطنية التي أبرمت الاتفاق ووقعت نيابة عن الأردن هي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية. أما القنبلة الثالثة التي ألقتها الحكومة في ساحة البرلمان، فكانت أزمة تعديل المناهج التي طالت الهوية والفكر الإسلامي ومنظومة القيم التي يستند إليها المجتمع الأردني. وقد شكلت الكتلة لجنة متخصصة لهذا الأمر، وأوكلت إلى النائب هدى العتوم رئاسة هذه اللجنة ومتابعة مخرجاتها وتقديم التقرير النهائي بشأنها. وقد بذلت هذه اللجنة جهودا جبارة بالتعاون مع الفريق الميداني الذي أظهر تعاونا مميزا في هذا المجال. وقد فرغت اللجنة من عملها وأعدت تقاريرها المفصلة والمختصرة، والتي سيتم تقديمها إلى الحكومة وإلى وزير التربية للأخذ بتوصياتها. والفكرة الأخطر في موضوع المناهج، بالإضافة إلى التعديلات الجذرية التي طالت كتب التربية الإسلامية والتربية الوطنية والتاريخ واللغة العربية في عمقها الإسلامي ومنظومة القيم المستندة للفكر والعقيدة الإسلامية، هي فكرة إخراج المناهج من إطار وزارة التربية والتعليم بتأسيس مركز مستقل لها خارج الوزارة، الأمر الذي يسهل التعديل والتغيير والتبديل فيها وفقا لرغبات وأجندات خارجية معادية لهذه الأمة ولفكرها وعقيدتها تحت شعار التحديث والتطوير. وقد تصدت الكتلة لهذه الفكرة 3 مرات تحت قبة البرلمان، حذرت فيها من أشد التحذير وبيّنت أن المناهج هي التعليم وهي الفكر وهي صياغة العقل والوجدان والشخصية السوية. فإذا أخرجت المناهج من إطار وزارة التربية والتعليم، فماذا يبقى للوزارة من مضمون وما يبقى من مبرر لوجودها؟ كما بيّنت أن الشعب الذي هب
بكل قطاعاته للتصدي للتعديلات التي طالت المناهج، هو نفسه الذي سيهب من جديد لمنع خروج المناهج خارج إطار وزارة التربية والتعليم. والكتلة بصدد لقاء وزير التربية والتعليم الجديد لتسليمه نسخة من التقرير الذي قام بإعداده الفريق المكلف من الكتلة حول موضوع المناهج، وإبلاغه موقف الكتلة الذي أعلنته مرارا تحت قبة البرلمان، وهو سحب الطبعتين 2015 و2016 اللتين طالتهما التعديلات الجذرية مع مطلع العام الدراسي 2017-2018 واعتماد طبعة 2014 مع مطلع العام الدراسي ذاته، مؤكدين مجددا أننا مع التطوير والتحديث المستمر لبلوغ أرفع المستويات في العلوم الطبيعية. أما في العلوم الإنسانية والسلوكية فإن الغرب والشرق يأخذ عن فكرنا الإسلامي ومنظومة قيمنا الحضارية الرفيعة ما يرتقي به إلى أعلى المراتب الإنسانية وأرفع أنماط السلوك البشري. إن أهم المحطات التي واكبتها الكتلة خلال 100 يوم الماضية من عمر هذا المجلس هي محطة الثقة بالحكومة، ومحطة مناقشة الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة. ففي محطة الثقة بالحكومة ألقى الزملاء والزميلات أعضاء الكتلة كلمات قيمة في هذه المناسبة. أما الكتلة فقد كلف رئيسها بإعداد كلمة وإلقائها، وقد تناولت 3 محاور. المحور الأول تناول مجلس النواب وضرورة استعادة هيبته والحفاظ على دوره المتميز في التشريع والرقابة والنأي به عن الصورة النمطية التي تجسدت في مخيلة الشعب الأردني عن مجلس النواب من خلال ممارسات سلبية ظهرت في المجالس السابقة. وقد ركز المحور على ضرورة الحفاظ على السلوك النيابي المتميز الفاعل والقدوة الذي يكون محل احترام الحكومة ومحل احترام الشعب معا. أما المحور الثاني فقد تناول هيبة الدولة والحضور الفاعل للحكومة في حياة الشعب وتلبية متطلباته واحتياجاته وبسط الولايات العامة على الشأن العام وتحقيق الأمن والاستقرار في أبعاده الشاملة في حياة المجتمع وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات والمناطق، وكذلك في إسناد المناصب والمراكز العليا في الدولة على مختلف المحافظات. وأما المحور الثالث فقد تناول التعديلات الدستورية الأخيرة التي سلخت من الولايات العامة للحكومة تعيين رئيس هيئة الأركان ومدراء المخابرات والدرك بإرادة ملكية منفردة دون التنسيب من مجلس الوزراء. وقد وضحنا مخاطر هذه التعديلات ومخالفتها للدستور الأردني نصا وروحا، حيث تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه سندا لنص المادة 26 من الدستور الأردني، وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية سندا لأحكام المادة 30 من الدستور الأردني. فكيف يحمل جلالته مسؤولية من قد يثبت عدم صلاحيته ممن ورد التعديل بشأن انفراد جلالته في تعيينهم كما أثبت الواقع ذلك خلال السنوات الماضية. أما المحطة الثانية الهامة في هذه الفترة من 100 يوم فقد كانت مناقشات الموازنة. وقد كلف رئيس الكتلة بإلقاء كلمة الكتلة في هذه المناسبة، وقد تناولت هذه الكلمة الأبعاد الفنية والمالية والاقتصادية كما تناولت الأبعاد السياسية. وقد كانت الكلمة محط إعجاب الجميع، وحتى الحكومة عبرت عن إعجابها ممثلة برئيسها ووزير ماليتها وعدد من أعضاء الفريق الوزاري فيها. لقد كان لكتلتنا موقف واضح وحازم من الموازنة، وضحنا فيه رفضنا القاطع لزيادة الضرائب بمبلغ 450 مليون التي جاءت في وثيقة الموازنة وفي خطابها. وقدمنا اقتراحا متكاملا مفاده أن تتقدم الحكومة بملحق موازنة تحصل فيه الحكومة مبلغ 450 مليون من مديونيتها من ضريبة الدخل على الشركات والجهات المتنفذة ومن رسوم العمالة غير المرخصة التي تسبح في سوق العمل بمئات الآلاف خارج هيكل سوق العمل المنظم، ومن إعادة النظر في رسوم التعدين
ومن مصادر وبدائل أخرى قدمها الكثير من أعضاء المجلس في كلمات، كما تضمن اقتراحنا زيادة رواتب موظفي الدولة بواقع 50 دينارا شهريا للمدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، يقدم في نفس ملحق الموازنة المشار إليه. إلا أن اقتراحنا للأسف لم يحظى عند التصويت إلا ب22 صوتا، وصوت أغلبية أعضاء المجلس للأسف إلى صالح الموازنة، بما في ذلك الفصل 116 المتعلق بزيادة الضرائب بمبلغ 450 مليون دينار التي حملت موجة ارتفاع الأسعار والتي حركت احتجاجات الشارع هذه الأيام. وفي ضوء ما أقدمت عليه الحكومة من فرض للضرائب وزيادة للأسعار، تقدمت الكتلة في مذكرة لمناقشة قرار رفع الأسعار. في ضوء زيادة الضرائب ووقع المذكرة أغلبية نيابية، وتم عقد الجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2017، إلا أنه ما أن شرع عدد قليل من النواب في الحديث حتى قدم اقتراح بتأجيل الجلسة وإيقاف النقاش، ورفعت الجلسة خلافا للفقرة ها من المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب. أصدرت الكتلة حيال هذا الموقف بيانا رفضت فيه ما جرى لإفشال الجلسة، وأكدت إصرارها على عقد جلسة المناقشة حفاظا على مصلحة شعبنا وسمعة مجلسنا وواجبه الرقابي في مساءلة الحكومة عن كل ما يتعلق بمصالح الشعب وحقوقه وهمومه. وقد قاطعت الكتلة جلسة المجلس التالية يوم الأحد الماضي احتجاجا على عدم تحويلها إلى جلسة لمناقشة الأسعار. لقد كانت مسيرة الحكومة منذ البداية مسيرة تأزيم، مسيرة تأزيم مع هذا المجلس ومع هذا الشعب، محطة تلو محطة. من هنا أدركت الكتلة مبكرا حاجة البلاد إلى تشكيل حكومة إنقاذ تقدمت بشأنها بمذكرة نيابية قبل ما يزيد على شهر ونصف، عرضت على كافة الكتل في المجلس تطالب فيها بحكومة إنقاذ قادرة على النهوض بمتطلبات المرحلة والتصدي لأزمات الوطن ومعاناة الشعب من رموز سياسية مؤهلة تحظى بثقة الشعب واحترام ممن يتمتعون بسجل نظيف وسمعة طيبة ويمتلكون الإرادة الصادقة والرؤية الثاقبة وممن هم معنيون بالهم الأردني. إن حل الأزمة في اعتقادنا حل سياسي أولاً ثم اقتصادي ثانياً، حل يشكل مشهداً سياسياً يحظى بثقة الشعب حكومة وبرلماناً، كما يتجاوز كي يتجاوز الأردن عنق الزجاجة كما تجاوزه في أزمة عام 89 وما صاحبها من زلزال حرب الخليج آنذاك، بسبب ثقة الشعب وقناعته في المشهد السياسي آنذاك حكومة وبرلماناً. إننا ونحن نعيش همنا الأردني وهم معاناة شعبنا وضرك معيشته، لا نعيش هم شاطرنا الآخر هم شعبنا الفلسطيني الذي يعاني مرارة الاحتلال الهمجي وتسارع وتيرة ابتلاع الأرض الفلسطينية بقرارات ضم المستوطنات وتتالي تصريحات قادة الكيان الصهيوني بابتلاع أرض فلسطين من البحر إلى النهر والسيطرة عليها على لسان رئيس وزراء الكيان الغاصب، وتصريح وزير تربية الاحتلال السابق بأن للفلسطينيين دولتين، دولة في الأردن ودولة في غزة، فلا يمكن أن يكون لهم دولة ثالثة على حد تعبيره. كل هذا يدعونا أن نؤكد مجددا على عبثية الجري وراء الحلول الاستسلامية، وأن الخيار الوحيد لتحرير أرض فلسطين وقطع الطريق على مؤامرة الوطن البديل هو خيار المقاومة والجهاد ضد هذا العدو. من هنا فإننا نحيي كل فصائل المقاومة وبطولاتها التي حطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر وتوقف زحف أخطر مشروع استعماري واستيطاني على أرض فلسطين يهدد الأمة بأسرها، كما نحيي صمود أهلنا في غزة وفي عموم أرض فلسطين الحبيبة، ونحيي صمود الأسرى وتضحياتهم، ونسأل الله لهم الثبات على الحق وعظيم الأجر والثواب، وأن يفرج الله كربهم
وأن يخرجهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين. وختاماً، فقد قامت الكتلة بدورها الرقابي والتشريعي بالمشاركة في توجيه عشرات الأسئلة والمداخلات، كما قامت بالمشاركة بالعديد من المؤتمرات والمنتديات في الداخل والخارج، كما ويقوم أعضاؤها يومياً باستقبال اتصالات المواطنين ومراجعاتهم في مختلف القضايا والمشكلات، كما وأن للكتلة خطة عمل تحوي مجموعة من الأهداف والوسائل المعبر عنها في مجموعة من النشاطات والبرامج والزيارات الميدانية لعدد من وزارات الدولة ومؤسساتها، وكذلك لمختلف محافظات المملكة ومناطقها. لازلنا في بداية الطريق، والكتلة ماضية في تحقيق برنامجها إرضاء لله تعالى وتحقيقا لمصلحة الوطن والشعب والأمة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتزداد همتها وعزيمتها يوما بعد يوم. نفتخر بموقفنا في محطة الثقة في الحكومة، فكان حجم الثقة بها مبني على أسس وقناعات، وقد أثبت الواقع نجاعة قرارنا. أيضا نفتخر بموقفنا من محطة الثقة بالموازنة العامة، وقد أثبت الواقع المرير الذي نمر به اليوم من زيادة في الأسعار وزيادة في الضرائب في كل الاتجاهات صحة وسلامة موقف الكتلة. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، أيها الشعب الأردني العظيم، الفساد متجدد ونحن نسير في حقول من الألغام، ولا أقول حقل من الألغام، ولكننا ماضون ندرك أهدافنا ونعيش بفقه واقعنا، نعيش بفقه واقع الأردن، واقع هذا البلد، نعيش بفقه واقع الأمة، واقع الإقليم الملتهب. قلوبنا وأيادينا ممدودة إلى الآخر، كل الآخر بجميع تنوعاته وأشكاله وفئاته ومستوياته، ونحن نتقدم في ذلك مساحات ونحقق نجاحات طيبة. لسنا عدميون، بل نحن عمليون، والانسحاب من بعض جلسات المجلس كما أشار رئيس الكتلة هو موقف سياسي نوجه فيه رسائل في كل الاتجاهات، وجاء عن دراسة وقناعة وتشاور، ووقف بصفنا الكثير من النواب وقاعدة عريضة من الشعب الأردني. ما كانت مواقفنا ولن تكون أبدا إلا منسجمة ومنضبطة وفق اجتهادنا لمصالح الوطن ووحدة أرضه وشعبه، في ظل القيادة الهاشمية على مبدأ الإصلاح ومحاربة الفساد والرؤية الملكية في الأوراق النقاشية. حمى الله الأردن ووفقنا لتحقيق نهضته ورفعته وسؤدده. والسلام عليكم ورحمة الله. كما أن الكتلة وجهت العديد من الأسئلة، والتي يعني أكثر من يعني 30 سؤالا وجه الأخوة أعضاء الكتلة أسئلة، وهذه الأسئلة بعضها في مواضيع حساسة مثل سؤال شركة الكهرباء الأردنية ووضعها المالي الذي قدمه الأستاذ صالح العرموطي
ومثل قضية ثروات الأردن وقضية مركز الدراسات الإسرائيلية اللي قدمته الزميلة الدكتورة ديما، وأيضا مثل قضية تلقي وزارة الأوقاف مساعدات من مؤسسات مجتمع مدني أمريكية الذي قدمه الدكتور أحمد الرقب وغيرها من الأسئلة، وكلها أسئلة مهمة تلامس حاجات الدوائر المحلية التي يعني نزلنا فيها، وأيضا تلامس الهموم الوطنية وهو الأهم. للكتلة خطة، هذه الخطة تركز على مجموعة من الأهداف الرئيسية أهمها الملفات النيابية، وكل واحد من أعضاء الكتلة له ملفين يقوم بالعمل من خلالهما، حتى وإن كنا لسنا أعضاء في بعض اللجان لكن عندنا مجموعة من الملفات نتولى هذه الملفات، ولكل ملف خطة يقوم الزميل أو الزميلة بتبني هذا الملف ومتابعة ملفه وطرح قضية ملفه في كل اجتماع من اجتماعات الكتلة. أيضا المحور الثاني بعد الملفات النيابية محور الاتصال الجماهيري، ونحن عندنا القاعدة الرئيسية على ديمومة التواصل مع الجماهير حتى بعد الانتخابات، نحن لا ننقطع عنهم ولا نغيب، وإنما نتواصل معهم من خلال المكاتب ومن خلال الاتصالات ومن خلال اللقاءات. ولتحقيق هذا الاتصال الجماهيري فإن عندنا يعني برنامج لفتح مكتب لكل نائب في دائرته الانتخابية، وبعضنا فعلا له الآن مكاتب في دوائرهم الانتخابية. ثم مجالنا الثالث للعمل هو مجال العلاقات العامة، وهدفنا تكوين شبكة علاقات واسعة مع الرسميين والنواب والأعيان والهيئات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والمحافظات والهيئات العامة للتحالف والمواطنين الأردنيين في كل محافظات المملكة، وعندنا برنامج لزيارة المحافظات وعندنا برنامج لزيارة المؤسسات الرسمية والالتقاء بالمسؤولين. أيضا المجال الرابع وهو مجالكم الرئيسي هو مجال الإعلام، أيضا عندنا برنامج وخطة عمل للمجال الإعلامي من خلال يعني الحديث عن، وهذا جزء من برنامجنا، للحديث عن برنامج الكتلة ودورها وأدائها، ثم التواصل الإعلامي مع الجماهير ومعكم ومع الناس. الأمر الآخر أو المجال الخامس هو مجال التدريب والتطوير، ويعني هذا أيضا مجال مهم، ونحن يعني نطمح إلى أداء برلماني متميز ومميز في الجانب التشريعي والجانب الرقابي والجانب الإعلامي، ونوابنا يعني حريصون على هذا المجال. أيضا عندنا مجال مهم وهو توسيع الكتلة نيابيا وسياسيا، وهذا أيضا مجال نهتم به ونحرص عليه وسنحرص عليه في توسيع الكتلة من أعضاء آخرين في مجلس النواب، ولكل مجال كما قلنا أيضا إجراءات وأهداف. أيضا من مجالاتنا المجال متابعة هيكلة التحالف الوطني للإصلاح والعمل مع التحالف والعمل في دوائرنا الانتخابية مع زملائنا في التحالف الوطني للإصلاح، وأخيرا تنظيم عمل الكتلة من خلال المكتب والسكرتارية والموظفون، وهذا كله موجود لطبعتم عندنا مكتب في هذا المبنى في الطابق الأرضي بالإضافة للموظفون. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتلة الإصلاح كتلة متماسكة تلتقي باستمرار على أجندتها في كل لقاء هموم الوطن والمواطن بشكل حثيث ومستمر. دأبنا دائما أن نبحث عن البدائل، عن الحلول التي من خلالها نرجع إلى محاربة الفساد. كما أن الكتلة على تماس مباشر مع قضايا الوطن والمواطنين، فكتلة الإصلاح هي الكتلة الوحيدة التي تصدت بعمل دؤوب تميزت به لعمليات التعرية والتذويب في المناهج الدراسية، ولديها في هذا رؤية واضحة عبر عنها في مؤتمر صحفي سابق تناولت به الأخت المحترمة النائب هدى العتوم الكثير من القضايا. كما أن الكتلة تقدمت بالعديد من المذكرات، من أبرزها مذكرة حكومة إنقاذ تقدم بها معالي الدكتور عبدالله العكايلة، شعورا بأن الفساد استفحل كثيرا في كثير من مؤسسات الوطن
واتسع الخرق على الواقع، كما أن الكتلة على تماس مباشر مع قضايا الأمة الكبرى، لأن كل فرد يشعر بأنه نائب للوطن ونائب للأمة، ومن أبرزها القضية المركزية فلسطين وما يتصل بالحصار الجائر والظالم على غزة الصامتة، كما أن الكتلة وأيضا أعضاء الكتلة المحترمون على تواصل إيجابي فاعل مع الزملاء والزميلات في البرلمان، ليسوا معزولين وليسوا مكافئين على ذواتهم، بل إنهم على تواصل إيجابي في مختلف اللجان مع الزملاء والزميلات في البرلمان، وتواصل إيجابي أيضا واضح جدا مع المواطنين في مختلف المناسبات. طموحاتنا كبيرة والأمل معقول إن شاء الله تعالى أن نحقق المزيد من الإنجازات. حدث بصفتي عضوا في اللجنة النيابية التي شكلت لمتابعة الحكومة في تنفيذ التوصيات التي أقرها مجلس النواب لتكون بدائل عن ما ورد في قانون الموازنة الفصل 116. عندما وافق مجلس النواب بأغلبية اقتربت من 100% على قانون الموازنة، كان باعتبار الموافقة على الإجراءات الضريبية التي ستقوم بها الحكومة في تحصيل 450 مليون دينار إيرادات ضريبية. وقلنا في حينه أن التوصيات ليست ملزمة، وإن الموافقة تعني أن الحكومة قد أخذت تفويضا بذلك، وجاء بعدها بيومين أو ثلاثة بدأ بعدها مسلسل رفع الأسعار دون النظر إلى ما ورد في من توصيات في القانون. عندها حاول المجلس أن يصلح ما فات، واقترح تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات، واجتمعنا اجتماعا واحدا مع 5 من الوزراء، وكان الحديث واضحا أنهم ماضون في رفع الأسعار بالطريقة التي طرحوها في مشروع قانون الموازنة، يعني لم ينظروا إلى التوصيات باعتبار بدائل، وإنما نظروا لها أنهم سيؤخذوا بها لتكون إضافة إلى 450 مليون وليست بديلا عنها. وعندها قلنا أن هذه اللجنة لا داعي لها في داخل اللجنة، لأن أصبحت يعني كلام يعني باعتبار تزيد لا فائدة منه، ويجب أن يأخذ المجلس دوره. فكان لنا المذكرة التي طرحت باسم كتلة الإصلاح اللي مناقشة رفع الأسعار، ووقع عليها يعني 80 داربا مع كتلة الإصلاح. أنا يعني ودت أن أتحدث في هذا الأمر لأنني لاحظت شيئا غريبا بعد أن فشلت تلك الجلسة وتم تأجيلها، واجتمعنا كلجنة لمتابعة الأمر بناء على طلب التأجيل الذي ورد في يوم 14/2 لمناقشة اتفاق الأسعار. اجتمعنا ووصلنا كتاب من دولة الرئيس. هذا الكتاب يعني الذي يقرأ الكتاب يعتقد أنه لم يتابع ما حصل في جلسة 14/2. في هذا الكتاب وجه إلى رئيس مجلس النواب وأعيد إلينا في اللجنة النيابية الخاصة دولة الرئيس يرد على السادة والسيدات النواب الذين ناقشوا المذكرة الخاصة بارتفاع الأسعار، فيقول ردا على ملاحظات السيدات والسادة من النواب في الجلسة الرقابية التي تمت في 14/2 إليكم القرارات الاقتصادية الخاصة بالملاحظات على هذه الخاصة بالملاحظات التي وردت. والغريب أن الكل يعلم أن هذه الجلسة لم تعقد، يعني تحدث 3 أو 4، واحد أجل واحد
راح طلب التأجيل واحد يعني توجه الفهم إلى الحكومة مباشرة ولم نسمع لا ملاحظات ولا شيء، وإنما جاء الكتاب ليقول لنا أنه هناك ملاحظات وصلتنا من السادة والسيدات ونرد على هذه الملاحظات إلى غير ذلك. يعني كان عبارة عن كتاب لا جديد في هذا الكتاب، وأيضا ربما أن يكون تضليلا أيضا بأن جلسة رقابية حدثت علما بأن الجلسة لم تحدث وأجلت الجلسة وستأتي فيما بعد. وورد في الكتاب أيضا بعض العبارات التي أرادت الحكومة من خلالها أن تضع الكرة في مرمى النواب، وقالت أننا فرضنا طريق خاص على المحروقات من خلال التوافق مع اللجنة المالية كذا كذا كذا، ضريبة خاصة على المحروقات. فسألت أعضاء اللجنة المالية، بعضهم قال أننا نعم هو فعلا توافقنا، والبعض الآخر قال لم نسمع بذلك. أنا يعني أردت يعني توضيح لمعلومة معينة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فموضوع الغاز بالنسبة لنا مرفوض كليا كون التعامل مع عدو صهيوني، ولدينا حلول كثيرة داخلية وخارجية وطرحت. أنا لا أريد أن أطيل، فقط أذكر أول شيء إحنا على تواصل مع وزير الطاقة باللجنة وزيارات مباشرة له، وأيضا مع اللجنة الوطنية لمكافحة اتفاقية الغاز، وكان عندنا من أيام لقاء في مجمع النقابات وقبل عدة لقاءات ونحن أيده. اتخذنا قرار أيضا في لجنة الطاقة على أن يقوم وزير الطاقة بكشف اتفاقية الغاز أمام اللجنة وعلى كل المستويات. الأمر الثاني، اتخذنا قرار باستطابة اللجنة المعنية الوطنية لمقاومة اتفاق الغاز لاستضافتها في اللجنة والحديث في هذا الموضوع. لذلك احنا بالنسبة لنا موقفنا ثابت، موقف يمثل روح الشعب الأردني الأبي. الأمر الثاني، احنا نقف بجانب الإخوة المزارعين بكل مناطق المملكة وما ضر بهم، و13 ألف مزارع مطلوبين للتنفيذ القضائي. الزراعة بالنسبة لنا روح البلد حقيقة، ولا نقبل أن يضرب هذا القطاع. بالنسبة لقضية المياه، أنا في كلمتي في بداية الجلسات تحدثت في موضوع طبعا باسم الكتلة، قضايا المياه قضايا شائكة وكبيرة ومعقدة، لكن من هذه القضايا قضية شبكات المياه المهترئة وما يسمى بالليكج أو الأسس اللي هي الفاقد في الشبكات، اللي بيوصل في عمان أكثر 40% وفي بعض المحافظات تصل إلى 80%. أنا أخذت هذا الملف بقوة وبعلم إخواني طبعا في الكتلة، والتقيت في مكتب التركي في عمان الذي يمثل الحكومة التركية، واتفقنا على أمر. جبت كتاب من الحكومة التركية اللي وتسلم باسم دولة رئيس الوزراء لحل هذه المشكلة، وأن يكون التمويل التركي بقيمة 275 مليون دولار لحل مشكلة الفاقد مياه في شبكات المياه في الأردن، وكان حقيقة معجب في هذا الأمر. ولدينا لقاء قريب لبحث تفصيلات هذا الموضوع، سيحضر وفد تركي للأردن للقاء مباشرة مع الحكومة بوجودنا إن شاء الله. احنا حقيقة يعني بهمني جدا ان لا نطرح فقط افكار وانما نكون مساعدين في الحل، وانا رجائي من اخواني في وسائل الاعلام ان يساعدوا على هذا الامر، وان لا يكونوا حقيقة سبب في يعني تحريك الشارع باتجاه بلده. احنا يعني ام الولد ولسنا طارئين. بهمني جدا ان شعبنا يعيش حياة كريمة عزيزة لكن ضمن اسس راقية وحديثة. اسأل الله ان يحفظكم وان يحفظ بلدنا ان شاء الله، وشكرا. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني أخواتي، أثني على ما ذكر الأخوة جميعا. نركز على التشاركية، أيدينا ممدودة للجميع لمصلحة الوطن والمواطن. كما أشكر وأقدر إخواني في السلطة الرابعة الإعلام، لكم منا كل الاحترام على جهودكم المبذولة في توضيح الحقيقة. أعمل في لجنة فلسطين جهود مبذولة من اللجنة بخصوص هذه القضية، وعلى رأسها قضية أبناء قطاع غزة وما جرى من تطورات أخيرة. كذلك أعمل في لجنة الحريات العامة، ونقوم بزيارات ميدانية لمراكز الإصلاح. وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا. أكثر جذرية وتحمل نفس التغيير السابق، المادة المحذوفة تعتبر مهولة جدا،
500 آية حذفت من كتبنا، كثير من المعاني الوطنية والأردنية والهوية الوطنية طمست وأزيلت، 150 حديث تم إزالتها من مناهجنا، ودروس نصوص حذفت بالكامل، وما زلنا نتحدث عن محورين في التغيير الذي طال الكتب. الجزء الأول هو حذف مادة برمتها وقد طال ما يقرب من 40% في بعض الكتب، ثم ما بقي من الكتاب المدرسي تم العمل على حذف واستئصال المحور الديني منها. سيكون هناك فعاليات تفصيلية وتقرير تفصيلي، والتقرير الفصل الثاني تفصيلي سأيضا يشرب لي وسائل الإعلام بإذن الله تعالى مختصرا حتى يكون أخف في التعامل معه حول ما حصل في المناهج للفصل الثاني. وما زلنا نعود إلى نفس مقترح الكتلة السابق، التشويهات التي حدثت لا يمكن أن يتم تجاوزها إلا بالعودة على كتاب 2014 وبناء التطوير من ذلك الكتاب كمنطلق. شكرا لك. ابتداء نحن جئنا لمجلس النواب ونحن ننظر للمجتمع بسعة المجتمع كله وللوطن بسعة الوطن كله لنكون فعلا إصلاحيين. الإصلاح الذي يعني مد يد المشاركة والتشارك مع الجميع، مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، سواء مجلس النواب مع الزملاء النواب أو خارج مجلس النواب، ليكون بذلك هناك تشبيك وعلاقات مع الجميع إيجابية مع الجميع حتى ينهض الوطن. لأنه في قناعتنا أن جهة واحدة، لا الحكومة ولا الأحزاب ولا أي جهة، تدعي لنفسها أنها تستطيع لوحدها أن تنهض بمشاكل الوطن وأن تقوم على حلها. إذن لابد من المشاركة والتشارك بنفس وروح إيجابية، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا عليه. جئنا لمجلس النواب وفقط عندنا الأجندات الوطنية الصادقة الخالصة، وبهذا نحاول أن يكون دائما أولوياتنا هي الأولويات الوطنية. نعم نحن ننظر للإقليم وما به من مشاكل، ننظر لكل مشاكل الوطن العربي وأهمها قضية فلسطين التي هي على تماس مباشر معنا، لكن أيضا لابد من النظرة الخاصة لمشاكل الأردن ومشاكل الوطن التي منها ننطلق حتى نستطيع أن ننهض سويا مع جميع الشرفاء وجميع الغيورين على هذا الوطن. وشكرا لكم. شهادة سنادة وكالة ترامب. نبيل. بداية أحييكم على هذا المؤتمر اللي ربما يعني أتى متأخرا بعد 100 يوم، أنا أطمح أن يكون مبكرا. كل 10 أيام يعني. إحنا عملنا مؤتمر للمناهج سابق. حضرته للأسف كان الانتخابات رؤساء اللجان. نعم. ما غطي نعم. محاكمتي نعم. يعني أنا اليوم أرى أمامي 14 نائبا، 14 شخصية وطنية للأمانة. ناس مميزين مشهود لكم، لكم احترامكم وثقلكم في على مستوى الوطن، وهذه ليست مجامله، لكن اسمحوا لي يعني اتمنى تكون صدوركم واسعه كالعاده علينا. سمحنا لك اليوم كاني ما سمعت شرحا، سمعت عقبات تواجه الاصلاح، سمعت مبررات للاصلاح اكثر مما اسمع انجاز. انا بصفتي تخصص الشان البرلماني لا ارى في السؤال النيابي ولا ارى في المذكرات النيابيه ولا أرى في الحديث تحت القبة ما يسمى بإنجاز، إنجاز التعديل. هذه خطوات تنفيذية، أسلحة تتعاملون بها من خلال الأسئلة الرقابية، التشريع هذا واجب، هو أن الرقابي وتشريعي دوره، وضع طبيعي أن تتداخلوا في القوانين وتحضروا اللجان وتقدموا مذكرات، هذا وضع طبيعي. الإنجاز عندما يكون شيء متغير ملموس لكم فيه الفضل، وهنا عشان أحط الأمور في نصابها والفضل أصحابي في المناهج لكم الفضل، وهذا مش أول مرة أنا أتكلم فيه وربما يعلم الأستاذ صالح. المناهج وكتبت في ذلك وهي لكم، ولأن قدمت فيها للأمانة شرحا وافيا تفصيليا لم يسبقكم إليه أحد إلى الآن، وسبقتم خطوات كثيرة الجميع حتى الإعلام بما فيه مختصين التربية، هذه لكم. أما ما تكلمتم فيه أنا برأيي هي عبارة عن شرح عن عقبات، شرح عن ليست إنجازات، هذا سبب وأحدث. الآن أنا بعطيكم بس ثلاث أسئلة سريعة وما بدي أطيل عشان ما في الدور زملائي. ركزتم كثيرا أيضا على موضوع أن الكتلة متماسكة، في أكثر من عضو تكلم هذا الموضوع وكأنكم تريدون توجيه رسالة لجهة ما، للإعلام للشعب للحكومة،
لا أعلم عن هذا الموضوع، وأضفتم إنكم عندكم توسيع هذه الكتلة، وأنا ما أعلمه في المجلس من قربي واطلاعي أنه لا يمكن أن تتوسع كتلة الإصلاح من أعضاء النواب الموجودين حالياً، ما في توافق على الإطلاق، لذلك أتمنى أن تسقطوا هذه الخطة ست حامل عندكم. سؤال أول، في ظل القنابل اللي ذكرها معالي الدكتور العتيبي، ثلاث قنابل، في ظل الضغوطات الحكومية عليكم، في ظل إذا جاز التعبير التهميش في بعض المواقف، محاولة الحرب ضدكم في المجلس، أعلم تماماً ومطلع هذا الأمور، في ظل هذه المعطيات، إيش الخطط البديلة لكتلة الإصلاح؟ لديكم خطط؟ هل ممكن يعني مقاطعة؟ أنت جربت المقاطعة في جلستنا، هل ممكن تكون مقاطعة مستمرة للجلسات وتحضر مثلاً من خلال الشرفات، وهي شفنا في مجلس 17 لبعض النواب يعني كموقف ورسالة سياسية، هل ممكن أن يكون هناك استقالات جماعية مثلاً؟ هل ممكن أن تكون مذكرة حاجب ثقة تتبنوها؟ وثانياً أدخل على موضوع حاجب الثقة، كان في هناك هذه الأيام مذكرة حاجب ثقة للنائب محمد الرياضي وتكلم، وأنا معي شخصياً صرفته وتكلم وقال أنه أبلغ رئيس الكتلة مع الدكتور العكالي في هذه المذكرة، ولغاية الآن لم توقعوا على هذا الموضوع، ولم نصدر منكم تصريح واضح في هذا الموضوع. نهاية الأمر وما سأختم به، شهدنا موضوع الموازنة تماماً، وشهدنا ردة فعل تحديداً الدكتور أحمد الرقم والدكتور العكالي في تلك الجلسة المشهودة، ما بدي أدخل في تفاصيلها، لكن ألا تعتقدون وأريدها صراحة أن هذه أثرت على المشهد العام وأثرت في صورة كتلة الإصلاح أمام الرأي العام وأمام الإعلام؟ هذا كان واضح، ما بدي أرجع خطوة لكن بدي أطلع لقدام، ما هي خطتكم البديلة في ترميم هذه الصورة أمام الرأي العام؟ اسمحوا لي شكرا. احنا شاكرين جدا، صدورنا متسعة إن شاء الله للنقد، رحم الله امرأة أهدى إلي عيوب نفسي وإلا بتكون الصورة يعني كلها رومانسية يعني. لكن ما هو عمل البرلمان وما هو على عمل النائب إن لم يكن في التشريع والرقابة؟ النائب ليس تنفيذي ابتداء، فإن كان تنفيذي فلك الحق وكل الحق أن تقول أين الإنجازات المادية العملية التي على أرض الواقع. فدورنا الأساسي هو التشريع والرقابة. الرقابة مارسنا فيها دورا متميزا، لم ندخر جهدا لا في الغازي ولا في المناهج ولا في الاعتراض على تشكيل حكومة وعدم مشاورة النواب ولا في الثقة ولا في الموازنة، وقدمنا مقترحات عملية حقيقية في الموازنة فيما يخص الإيرادات، فيما يخص نقل الإيرادات الضريبية حتى لا تذهب الحكومة إلى جيب المواطنين إلى الإيرادات غير الضريبية في منحق موازنة. وتقدمنا أيضا باقتراح زيادة الرواتب بخفض الإنفاق الرأسمالي وزيادة الإنفاق الجاري أيضا في منحق موازنة. نحن لا نملك مشاريع تنفيذية، لسنا سلطة تنفيذية، لذلك القول بأنها عقبات، نعم لا بد أن نبسط العقبات، ولا بد أن أيضا نذكر جهودنا في تذليل تلك العقبات، لكننا ابتداء لسنا تنفيذيين. حين نكلف بتشكيل حكومة لك الحق كل الحق أن تقول أين إنجازاتكم الحملية المادية على أرض الواقع وأين أثرها في حياة الناس. المسألة الثانية أنه حجب الثقة وقصة الأخ الرياضي، نحن أول من حجب الثقة، نحن أول من طالب النواب بعدم الإفراط والمغالاة في منح الثقة وقلنا تحت القبة، نحن نبهنا إلى ضرورة التوازن في المشهد السياسي، ونحن قدمنا مبكرا مذكرة نطالب فيها بتشكيل حكومة إن كانت أي يعني بترحيل الحكومة. وقد قلنا للأخ الرياضي حين عرض علي المذكرة داخل البرلمان أنك إنما تسعى وأنت لا تقصد إلى تجديد الثقة بالحكومة، إذ تحمل عددا محدودا جدا من النواب الذين لا يملكون بعددهم أن يسقط الحكومة، فإن وصل العدد إلى رقم معتبر حقيقي يستطيع أن يقدم أثرا ملموسا في هذا المجال فكتلة نواب الإصلاح عددها 14 صوتا، هذه بضغطة واحدة تخرج كصلية كاملة 14 صوتا. لذلك لا يستطيع أحد إطلاقا أن يؤشر علينا لا من قريب ولا من بعيد في مسألة الموقف من الحكومة والثقة فيها. الصورة التي ذكرت أنها تحتاج إلى ترميم، لا تحتاج إلى ترميم، نحن فخورون بأننا تحركنا بفطرة طبيعية عقدية كانت غضبة لله عز وجل سبقت الحسابات السياسية البراغماتية التي يعتقد البعض أنها كانت يفترض أن يؤخذ بها
وأن يمرر الموقف وأن لا يعلق عليه. لكننا نفتخر دائما بأننا مزيج من السياسيين والأيديولوجيين الذين ترشد سياساتنا مواقفنا الأيديولوجية المبدئية. فليس هنالك صورة في اعتقادنا تحتاج إلى ترميم. إن بقي شيء آخر، المناهج أنت اعترفت بأننا فيها قد أنجزنا، بارك الله فيك. رسالة التماسك، رسالة لا نوجهها لأحد، لا نوجهها لأحد، لكننا نحمد الله عز وجل من باب حمد النعمة أننا متماسكون، لكن سعينا، لكن سعينا إلى توسيع الكتلة سياسيا إن لم يكن عمليا بعدد أرقام أو بزيادة أعضاء، لكننا نسعى إلى السعي من حيث توسيع المواقف على أي موقف نطرحه، أي التوسيع السياسي، التوزيع العملي وليس العددي فقط. دكتور، فنلتقي مع كثير من الوضع على كثير من الوضع. بلاش ميكروفون دكتور، بلاش ميكروفون. طيب الأستاذ إياد سفيان، سؤالك عن الوضع الاقتصادي أيضا، إذا حد من الإخوان يحب يتفضل. ديما، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا يعني على هذا التواجد المحترم، وشكرا على دور الصحافة دائما اللي هي يعني نعتبرها كما قال زملائي سلطة رابعة ورديف قوي عند الإحسان في توجيه الرسالة. طبعا يعني حضراتكم جميعا تعرفوا نحن دخلنا الانتخابات في وضع يعني أبعد ما يكون عن المثالية، ونحن مدركين لكل هذه التحديات، ومدركين أنه ربما يعني مع كثير من التدخلات لن نكون أغلبية، ولكن أقدمنا على ذلك بقناعة كاملة أن غياب الإصلاح هو أيضا يعني لا نستطيع تحمل هذه الكلفة الحقيقة، وإن كنا أقلية لا نستطيع تحمل كلفة غياب يعني هذه الأهداف وهذه المظلة من الإصلاح وهذا البرنامج عن الساحة الكلية. تماسك الكتلة هو واضح، يعني احنا هذا امر لا ندعي، وانما هو واضح في المواقف، واضح في التصويت. نختلف الكثير فيما بيننا ونتداول الاراء، ولكن يعني عندما يكون موقفنا يكون موقفنا واضح وقوي وفعلا يعني جماعي، وربما نحن بحاجة الى ترسيخ هذه الصورة. لماذا؟ لان احنا بنقول بان حكومات برلمانية، الحكومات البرلمانية تعتمد على وجود كتل قوية، فإحنا بحاجة إلى تصدير هذا النموذج في المجلس حتى بإذن الله عندما ننادي بهذه الحكومات توافقاً مع رؤية جلالة الملك أن يكون هناك من يحمل هذه الرؤية ويكون يعني قدوة جيدة في مجال تطبيقها. اسمحوا لي يعني هيك أميل عليكم شوي زي ما قال، يعني أنتم برضو توسعوا صدوركم علينا. أحياناً أرى أن الصحافة توجه المعركة مع الطرف الخطأ، توجه المعركة مع الناس اللي أصلاً مع الشعب، بينما مش إحنا اللي أقررنا الموازنة، مش إحنا اللي أعطينا الثقة، مش إحنا اللي أنتجنا برلمان تم مسخ سلطته على مدى هذه السنوات. فيعني أين الصحافة عن هذا الجزء من الرقابة وهذا الجزء من توجيه وعي المجتمع الأردني إنه أنت لما انتخبت وعم بتطلع هذا الفرز سنة بعد سنة اللي عماله بعد انتقال الحكومة موافق على الموازنة، وتخيلوا يعني الغريب إنه بند رفع الضرائب 450 مليون صوت عليه مرتين، يعني عفوا اللي ما كانش منتبه بالمرة الأولى وصوت بالجملة زي ما أنتم بتشوفوا، المرة الثانية كان الأصل إنه ينتبه وتم التصويت عليه مرتين، يعني زي ما بيقولوا عن صابة إرصاد وترصي. طب أين الشعب من الحساب؟ لأن الشعب والحراك الراشد السياسي والسلمي هو أيضا جزء من هذه العملية. إحنا ندعو للتشاركية مع كل السلطات تنفيذي وتشريعي وأيضا الشعب. فأين الشعب عن محاسبة، وأين الصحافة أيضا عن محاسبة من ينتجون هذا المشهد مرة بعد مرة؟ إحنا مع الحراك الشعبي زي ما قلت الراشد، ولكن إحنا أيضا بحاجة إن نقول إنه يعني، وهذه تحية للشعب الأردني الحقيقة وحراك الراشد الذي كان وما زال وجنب البلاد الكثير من الويلات في مرحلة في مراحل يعني كانت حساسة، ليس فقط بالنسبة للأردن وإنما في يعني الإقليم بشكل عام.
الإصلاح وإلغاء معاهدة السلام. أنا الآن أعتقد أن اتفاقية الغاز هي أخطر من معاهدة السلام، لأن معاهدة السلام وادي عربة كانت بين شعوب ولم تفرض التطبيع القسري الذي رفضه أغلب الشعب الأردني. يعني ظلت الحكومات يعني تسرح في خيالها لوحدها، والشعب على حاله مصر على رفض التطبيع بأخف صور. ولكن الآن الخطورة الحقيقة في اتفاقية الغاز، لأن اتفاقية الغاز رح تدخل التطبيع القسري على كل بيت. فهذه الآن الذي يجب أن يتصدى الشعب بمجموعه بكافة سلطاته على مقاومتها. بالنسبة للمؤسسات المستقلة، أنا تشرفت بزيارة مع اللجنة الأردنية لوزارة تطوير القطاع العام، والحقيقة في جهد مبشر، خلينا نقول إنه عمالهم بيعملوا مراجعة هيكلة جديدة لدراسة مهام المؤسسات المستقلة، وهذا اللي صرحت فيه وزيرة مجدي شويكر، قالت الآن في دراسة وأطلعتنا على بعض بنودها، إنه الآن في دراسة جادة لدراسة مهام المؤسسات المستقلة، واللي ما في ضرورة لوجودها رح تدمج مع الوزارة التابعة لها. المؤسسات المستقلة الآن عددها 57 مؤسسة، ولو دمجنا بعضها، والحقيقة بعضها يعني فعلا ما إله داعي، وربما يعني الآن أنتم تعرف أن المجلس أيضا يعني مشكورا الحقيقة وقف ضد هيئة جديدة لتنشيط السياحة، لأنه الأصل أصلا مش موجود ومش مشتغل، فهذا كان شيء إيجابي يحسب للمجلس. الآن في مراجعة، لأنه لو دمجت المؤسسات المستقلة ستوفر علينا 1,700,000,000. بالنسبة لحل الدولتين، أتخيل إحنا مع موقفنا معروف بالنسبة لل يعني هذا الأمر، وما زلنا يعني لن أقول أحلامنا، ولكن يقيننا أن فلسطين يجب أن تعود حرة من البحر إلى النهر، وأن كل الشعوب التي تحررت الشعب الفلسطيني ليس أقل منها. بالنسبة لزميلنا الأستاذ المحترم يوسف الجراح، إحنا طبعاً ككتلة لا نملك أن نملي على أحد، ولكن هذه التزامات التزم بها الجميع مبدئياً وتم الدعم، فهو من البداية أعلن أنه يعني مستقل ولن يلتحق، وهذه الالتزامات كما تقولون يعني الحمد لله هي شرفية ومبدئية منذ البداية، وتم الدعم والتوافق على أجلها. من أخل بها أو يعني اختار أن يعني لا ينطوي إليها، أعتقد أن السؤال يوجه له وليس لنا. إحنا الحمد لله ماضين في التزاماتنا، يعني كما تفضل معالي الدكتور، هذه الكتلة يعني تضم كل هذه الشخصيات التي اتفقت على هذا على هذه الأجندة وعلى هذا المنهج، وشكرا لكم. الإسلامية المستهدفة أو الاتحاد الوطني، وهذا مرفوض رفض قاطع، من حق أي جهة أن تنتقد والنقد بناء، لكن الجهة التي حجبت الثقة والجهة التي طردت الموازنة والتي خرجت من كذا تهاجم بهذه الطريقة أنا باعتقادي غير مبرر نهائيا. ثم عند مناقشة الأسعار وقرار الأسعار، طيب هو انسحابنا دليل على انه احنا بدنا نناقش هذا الموضوع، ومش تيجي في موضوع وثيقة او طلب لسحب الثقة او ما شابه ذلك. لا يعني احنا لما نناقشها من حقنا الدستوري ان نطرح الثقة. بعدين انا لي سؤال والاستجواب استحقاق دستوري، لماذا حرمنا؟ احنا عندنا الكتلة قدمت قانون اقتراح على قانون اخشالي على قانون تسليم المجرمين، قدمت في الكتلة تقول إمارة شرق الأردن والمندوب السامي البريطاني وملكة بريطانيا العظمى وجلالة ملك بريطانيا. طب هذه من 90 سنة، أليس أن تسجل في الكتلة موقف إن اتخذت مثل هذا القرار لوحدها وانفردت فيه وتبنت الكتلة ووقعت عليه الكتلة، والآن ينزلكم على كل المواقع إن شاء الله. هذه نقطة تسجل. لما تقترح الكتلة قانون الجرائم الاقتصادية وسحبها دستوريا من رئيس الوزراء، لما تقترح الكتلة قانون محكمة أمن الدولة بعطي صلاحية لرئيس الوزراء في حال بتعيين المحكمة والقضاء، أليس هذا قوة للكتلة تعطيها زخم قوي؟ أليس من حق أيضا قانون المالكين المستأجرين اللي الآن الكتلة بتعد مشروع اقتراح لتعديله، أليس هذا مطلب جماهيري يعزز موقف الكتلة؟ أليس من حق المواطنين اليوم يقولوا إنه هذه القوانين وهذه التشريعات إنه حقنا إنه نعدلها؟ بنتظرنا الشارع، ولدينا حزمة كبيرة من التعديلات
الدستورية على القوانين استنادا للمادة 95. هذه محصلة لا يستطيع أحد أن يزال. بعدين إحنا مع الشعب ومع الصحافة مش 100 يوم يا أخي شادي والحكي للجميع، إحنا كل يوم معهم، كل يوم نطلع على الإعلام ونحكي ونحكي عرفت كيف؟ فهذا حق مشروع إنه خاطرنا. بعدين شركة البترول، أحد الأخوان سأل يا دكتور عبد الله والحكي للجميع إنه يا عم أنتوا شو سويتوا بالاتفاق؟ يا ساتر، احنا اول جلسه نوقشت على كتاب الثقه كان موضوع اتفاقيه الغاز، والرئيس شو قال؟ قال لا، ما في اتفاقيه الغاز موجوده ومقرره ومحدة وليس حاجه لقانون عرضها على مجلس النواب سند الماده 33. احنا ككتله اجتمعنا وناقشنا قلنا لا، بدنا نحط الرئيس على المحك، خلينا نذلل انه نقول وقعت مع شركه، أثبتنا أن الشركة مملوكة بالكامل للحكومة، أثبتنا أنه خسائر الشركة الوطنية هذا جوابهم 4 مليار و9 ملايين، أثبتنا أنه قروض ماخذيتها الشركة 3 مليار، أثبتنا أن هناك سلف ماخذيتها الشركة ب2 مليار، أثبتنا أنه كل الديون المأخوذة من البنوك كفلتها، حتى أن اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني 7 مليار كفلية الحكومة، وأن القرار صدر من الحكومة شو ظل، وأن لا وجود للهيئات العامة، كل شركة تزيد رأس تلحق خسائر، وثبت أن الخسائر تجاوزت 20 ضعف، بمعنى أنه رأس مالها 250 تجاوزت بموجب قانون الشركات تحل. إحنا الآن في ظل هذا الجو أنا خطبت بكتاب آخر إنه اتفاقية الغاز بدي نسخة عنها، تعرف شو جاوبوني؟ جاوبوني إنه أنت ما بحق لك تطلب اتفاقية الغاز ولا الأسماء، ليش؟ قال لأنه الديوان الخاص بتفسير القوانين أعطى رأياً أنه لا يجوز، لكن شوف الالتفاف، شوف العقم السياسي، أما بحق لك بموجب نظام الداخلي إنك تطلب من خلال المكتب التنفيذي، بالله عليكم ما هي مسخرة، من خلال المكتب التنفيذي، يعني أنا أعطيني أنا، طب وفر علي جهد، وفر علي ورق ونفقات، وألتف وأروح على المكتب التنفيذي وأقول له يا مكتب اطلب لي إياها، هذه مخالفة دستورية أخي ياس، مخالفة لأحكام الدستور، لذلك إحنا لما نضع هذه الأمور نضعها بسوق، وفي كمان نتيجة ذلك راح نضع هذه الاتفاقية، وبعدين حولت سؤالي لاستجواب. شو معنى السؤال لاستجواب؟ لما حولوا لاستجواب كأني بطرح الثقة بالحكومة، ببسط يصبح من حق كل النواب أن يناقشوا هذا الموضوع، أي يتم مناقشته، ومن الممكن طرح الثقة بالحكومة، لكن قرار أكبر الأخطر من ذلك، لا أنا من دعاة تعديل الدستور بحيث إحنا أن رقابة ومحاسبة وطرح الثقة، لكن الأخطر في الدستور أنه يعطي الصلاحيات لمجلس وزراء بحل مجلس النواب، ولذلك حل مجلس النواب خطوط حمراء، يجب تعديل الدستور، لا يعطى لا للحكومة تنسب ولا لأي جهة، حتى لا يكون سيف مصلب على الرقابة. اليوم بهدد الحكومة وهدد أني بحل مجلس النواب، هذا أمر في غاية الخطورة ويتعارض مع ثقة الشعب، ولذلك يعني أمر في غاية الخطورة. مديونتنا يا أخوان 27 مليار، كل واحد عليه منكم 4000 دينار وعلى أسرته، احسبوها 6 مليون مواطن أو 6.5 على 27 مليار، قديش بيطلع كل واحد؟ 4000 إذا واحد بالحساب، 4000 دينار يا دكتور متأشر. رئيس الكتلة الوطنية أقوى كلمة قيلت في مجلس النواب فيما يتعلق في الموازنة، حتى أن كنت بجانب وزير المالية السابق والمحافظ السابق، قال نتعلم من الأستاذ الدكتور عبد الله، وما قالوا لم يقل أحد، هكذا قال وزير مالية حضرة اللقاء. هذه الكتلة التي تقدم تعيش نبض الشارع، اللي وقفت رجل واحد متماسكة 14 من 14 في الميثاق في الثقة وفي قانون الموازنة وفي الأسعار وفي كل هذه القضايا، والله ما حسبنا حسابنا مسؤول ولا قدرنا مسؤول انه نحسب حسابنا ربح وخساره او نعين او لانه نعتقد هم المواطن الحريات. يا اخوان نظام الخدمه المدنيه اليوم يعدل قانون نظام الخدمه المدنيه حتى يحرم الموظفين من المسيرات او الاعتصامات او ابداء الراي. يا
يتم الاعتقالات، اعتداء على الحريات. انا ما لقمه الخبز، والله لقمه الخبز، وبذكركم انها على بالميثاق وقانون الموازنه في زياده عليها، لانه استعمرنا صندوق النقد الدولي، سيطر علينا صندوق، موقع الحكومه 2016 مع صندوق النقد الدولي. هذه يجب ان تعرض على مجلس النواب. نص دستوري، اي معاهده او اتفاقيه تحمل خزينه نفقات او مسبخ حقوق المدنيين المواطنين الخاصه والعامه، طب وهذا هذا المسوره بدها تمتد، ما هي اراضي اردنيه، وانا بدي اخدم الكيان الصهيوني. طب ملكي شركه الكهرباء الصهيونيه لا تاخذ البترول الغاز من الارض المحتله وانما تستورده من الخارج لانه اقل سعره. طب احنا يا اخوان نقول بدناش غاز، هل تعلموا انه الغاز المسال، من الغاز المسال الذي لا نعرف من المول ومن قبضه، 670 مليون يصدر الى مصر. 670. انا بسلم اقتصادي للكيان الصهيوني، عصب اقتصادي للكيان الصهيوني، هذه اتفاقيه الغاز وغير اتفاقيه الغاز، والناقل البحرين اللي جايين على الطريق، استعمار جديد، حل الدولتين اللي ذكرته الدكتوره، الان نبشركم بطلوا حل الدولتين. وما الاتفاق السري اللي اعلن عنه صحيفه صهيونيه انه تنازلوا عن حل الدولتين، واللي ذكر الدكتور عبد الله وزير التعليم انه الدوله الفلسطينيه لن تقام الا على غزه، وعلى وين؟ على الاردن. والنشيد الشبيب الصهيوني الاردن ضفتان الغربيه لنا والشرقيه لنا، و57 عضو من الكنيسه توقعوا على ان الاردن هو الوطن الصهيوني، ويهوديه الدوله التي تتوافق عليها الدول العربيه، وبجوز اجتماع مؤتمر القمه يبحثها. بطلوا عن الارض بمقابل السلام. الان يهودية الدولة أيها الإخوة اللي تبنتها لبني لما كانت وزيرة خارجية تعني طرد الشعب الفلسطيني من 48، كما قالت لبني المطلوبة للقضاء البريطاني، قالت أنه ليس إلى الضفة وليس إلى المخيمات وإنما إلى الأردن. هذه تعني يهودية الدولة. اتفاقية وادي عربة نعد عدة، وأنا بجهز اليوم كل سلبيات اتفاقية وادي عربة لأقدمها باقتراح من قبل كتلة التحالف الوطني، ونعرضها عليكم سلبياتها. وأننا بعدين أقول لكم، خلينا أكون واضح معكم، مش اتفاقية الغاز وقعت، 13 اتفاقية وقعت بعد وادي عربة، 13 اتفاقية ولم نعلم عنها، ولم يعلم عنها البرلمان. لا تقول اتفاقية، الوطن مستعمر الآن، حريات مواطنين، الغاز، المخيم الجوفة إنه قديش يا دكتورة؟ إنه شهر المدمر على راسه، ما سمحوش للمواطنين اللي عايشين على برا لا يطلع أثاثه ولا عفشه. إجت شركة نرويجية ومؤسسة نرويجية قاعدة تقدم مساعدات، أهانت كرامة المواطن، أهانت كرامتنا، والمواطن الأردني والله عزيز كرامته فوق كل اعتبار. لا تذل المواطن، هذه حكومة ذلت المواطن. لا يجوز لحكومة تزيد ضرائب، لأن المادة 111 بتقول حسب مقدرة المكلفين، تكفل الدولة الطمأنينة. جوعونا وعرونا وسياسات حكومية، اليوم تيجي سياح حكومة تيجي أسوأ منها، شللية وفئوية وكلام، وهذا خطر. بعدين أقول لكم اللجنة اللي شكلها مجلس النواب، ولا زي ما قال أخ موسى، ولا معبرين حدا بعينهم، ولا رجعوا ولا بند من البنود، كل ما ورد في الاتفاق قانون الموازنه كله نفذ، ولم يعطوا مجال واحد، حتى ان للاسف اقتراحات مجلس النواب زياده الضرائب. هل سمعتم انه مجلس النواب يقترح زياده الضرائب على المواطنين يا اخوان؟ ذكر الاستاذ شادي الجوازات، طيب بالله عليكم زي ما اقول اختيار سكوتكم عليكم الله. هل يجوز لوزير دولة يطلع على قناة رؤية، وين قناة رؤية، ويقول إنه تم تمديد جواز السفر لعشرة وتمديد غزة ل 200 دينار صار 200؟ هذه وثيقة رسمية، الوثيقة الرسمية يجب على الدولة أن تؤمنها لمواطنها بسعر الكلفة. أما أنت عملت ثاني يوم طلع على قناة حسنة ويقول لا أنا ما عنديش علم بهذا الكلام، إذا مسؤول بهذا المستوى يعطي تصريحات، شو تقول يا أستاذ شاد؟ شو تقول يا أستاذ أيمن؟ مش معقول هذا الكلام. العفو العام، العفو العام اللي خلاني أدخل عليه الدكتور، أول من طالب بالعفو العام هو كتلة التحالف، كتلة الإصلاح، كتلة التحالف الإصلاح طالبت بي عند طرح الثقة أو إعطاء الثقة للحكومة، طالبنا وتقدمنا مع مذكرة تضم حوالي 90 زميل، والآن هي موجودة لدى اللجنة القانونية، وأنا سألت اللجنة القانونية
عن قالوا اللي قلتوا يا عم جيبوا القانون 2011 وشوفوا فيه نستثني بعض الجرائم اذا بتكون ارهاب وما غير الارهاب. لذلك انا في اعتقادي انه الامر في غايه الخطوره والصعوبه ومواجهه عنيده مع مجلس النواب، مواجهه عنيده جدا، لكنني اعتقد جازما انه عندما خرجت الحركه التحالف الاصلاح وقاطعت الجلسه كانت على حق وانتصر لها اكثر من 40 زميل. وهذه يعطيها قوة مؤشر قوي، حتى أن رئيس مجلس النواب جاء وهذا أيضا يسجل أن الكتلة إلى حضورها ومتميزة، وحتى قسم من اليساريين والقوميين يجوا حضروا وشاركوا، بمعنى أنه إحنا مش قصايين منفتحين على الجميع. والله لو واحد طلع مشان هذا الاتفاق وزيادة أسعار من أقصى اليسار لغير التحالف يخرج معه ويوقف، لأنه مصلحة وطن، أمن، استقرار، وسيادة، سيادة وطن، حفاظ على أمنه. اليوم بيقولوا بعض الجهات يقول والله في ناس بحرك الحراك، يعني إحنا بنحرك الحراك؟ ما احنا ابناء الحراك، احنا من تصدر الحراك في كل مرحله. ولذلك حرصنا على وطننا وامننا واستقرارنا وسيادتنا وحب الوطن. امبارح الدكتور مصطفى قدم عرض رائع جدا، قال يا اخي قواتنا المسلحه اليوم على الجبهه الشماليه، اللي قال رئيس الاركان انه ابنائنا بحرصوا على مسافه ارتفاع 3 متر بدون قزاز او 5 او 6 متر بدون قزاز. شوف قديش الصعوبه. وننتظر، وطلب ان نقوم بزياره لقواتنا المسلحه اللي نعتز فيها. طيب بالله عليك واختم يا دكتور، اسمع من ضابط راتبه 280 دينار، 280 عنده 8 اولاد رواتب موازنه، قالت ما في زياده لا رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وترشيق الوظائف، والان بيعيدوا هيكله طمان اجتماعي مسكين روحوا موظفين، الخطوط الملكيه روحوا موظفين، وما طرحوه في مجلس النواب بالملكيه الاردنيه وسلبياته، كل الاقتراحات سقطت. ولا تقولوا لي تحولت للجنه النقل، ما هي بحكم القانون لجنه النقل من حقها ان تراقب وتحاسب. الهم كبير يا اخوان، والله ساعدونا ساعدونا، ربنا يساعدكم انه نقل مع الوطن. اذا اي واحد عنده اقتراح او تبني موضوع واحنا في بدايه الطريق، 4 سنوات ان شاء الله ستكون نقله نوعيه، ونثبت للشارع اننا نعيش نبض وهمومه، لا نحسب حساب لا لوزارات ولا مسؤولين ولا تشكيل حكومات، نحن ضمير الشارع وقلبه، سنبقى قصه في حلق كل من يعتدي الحريات وحقوق المواطنين، لان لقمه العيش مره 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 مره، والحكومه اللي ما بتتصدر لوقوف مع الشعب تغادر. الان مصالح 46,000 رئيس مجلس اداره في الشركه الخسرانه، شركه الكهرباء بوخل، وبوخل مكافاه سنويه، الشركات الخاصه تصور تطوير العقبه بوخل 20,000 دينار، وتطوير المفرق باخذ 19، وتطوير المعان باخذ 11,000. شو التسيب هذا؟ وباخرها واخرها واختم، المغني يعطوه 100,000، الله لا يبارك لهم، المغني يعطوه 100,000، وين هذه صارت؟ وين صارت؟ ارض الشهداء وارض الابطال. لذلك اشكركم، ونحن بكتلتنا ان شاء الله بتظل متماسكه، ونطلب دعمكم وتأييدكم ومواقفكم، وقدموا لنا أي اقتراح، والله احنا بنيجي عليكم، نركض عليكم أيها الأخوة من أجل أن تعطونا ما يمكن خدمتكم وخدمة الوطن والمواطن. شكرا. مواقفنا ثابتة جريئة على تماس وتفاعل مع عموم الوطن والمواطن وراشدة أيضا. ما بدي أزيد على تعقيب رئيس الكتلة معالي الدكتور عبر العتيلة من موضوع الترميم، ما في ترميم، بالعكس أنا بقول لابد حقيقة دائما أن نتوافق مع ضمير الشعب الأردني. وكان الاعتراض بكل ما في الكلمة من أمور تتصل بالقوات المسلحة الأردنية التي على الرأس والعينين، العيون الساحرة والعيون السادرة أيضا في خدمة الوطن والمواطنين إن شاء الله تعالى. وأيضا أي قضية تتعلق بالأمة لابد أن يكون ردة فعل إيجابية. ولكن يا جماعة أنا بدي أنبه، والدكتورة بوكما ديما أشارت إلى هذه القضية، أرجو أن تنظر الصحافة بعينين لا بعين واحدة. جاء اللمس والغمز من غيرنا، نحن لم نتشنج بل جاء التشنج من غيرنا، فلابد حقا للسلطة الرابعة أن تنظر على مسافة واحدة من هذا الفعل السياسي الذي كان إيجابيا بامتياز، ولكن ربما كان التسويق لهذا الأمر عليه ملحوظات كثيرة. القضية الأخرى أيضا، نعم دور النائب كبير في التشريع،
ربما مداخلة الأستاذ الكبير الأستاذ صالح تبين فعلا خطر تمرير بعض التشريعات. وبحب أنبه أنه يا إخوة إذا هناك متابعة أعضاء الكتلة بلا استثناء في بعض التشريعات التي عرضت سابقا وقفوا بإصرار أمام تشريعات تولد هيئات مستقلة جديدة وتوجد مزيد من استبحال الفساد في المجتمع الأردني، وتم رد العديد من التشريعات والقوانين بهذا الاتجاه. أخيرا موضوع أبناء غزة هم كبير جدا، وأنا كمقرر في فلسطين في كل أسبوع نجتمع أكثر من مرة، ودائما هذا الملف المقلق والمزعج الذي المخلفات فك الارتباط حقيقة هم دائما. لكن بحب أحكي إنه إحنا أنجزنا، التقينا مع رئيس الوزراء والعديد من الوزراء، أنجزنا بعض الإنجازات الحقيقية لأبناء غزة. كان من آخرها أمس لقاءنا مع وزير العمل والإعفاء الكامل من تصاريح العمل، بل تكلمت أنا شخصيا والأستاذ إبراهيم كان موجود، إنه حتى وجود تصريح لأبناء غزة يعني حقيقة صادم ومزعج من الناحية النفسية في التعامل مع أبناء وطن ولحمة واحدة. وعبرنا عن بالغ استهجاننا، تصوروا يا جماعة جباية وثيقة رسمية إلى 200 دينار. طب نفترض رب أسرع بخمسة أفراد، 1000 دينار دفعة واحدة، وأفلحت مداخلاتنا أن هناك نية وإصرار لإعادة النظر في هذا الرسوم. ما بدي أزيد على زملائنا، شكرا شكرا. حول المعتقلين الذين ما زالوا في السجون أكثر من شهرين ولم يتم توجيه اتهامات لهم، ويعانون من سوء المعاملة وعدم تقديم العلاج. إخواني، اتصلنا بوزير الداخلية بخصوص توقيف الإداري هذا السيف المسلط على رقاب المواطنين، وكذلك مذكرة لمعالي وزير الداخلية، وعد خيرا بأن يقوم بالعمل على إخراج كل من لا يثبت عليه تهمة، وسنتابع معاه بإذن الله تعالى. سوء المعاملة إخواني قمنا في لجنة الحرية العامة وردنا بعض الشكاوى في سجن باب الهوى بأن بعض النزلاء انكسرت أسنانه ومضطهد. ذهبنا لجنة الحرية العامة وقابلت النزيل شخصيا وطلبت منه يعني لشوف أسنانه، فإذا بأسنانه مثل حب اللؤلؤ ما شاء الله ما فيها شيء، وسألته هل تعرضت لضرب، هل تعرضت كذا، فقال بالحرف الواحد: لا أخاف من أحد، لم أضرب ولم أهان، ومعاملة حسنة، وإنما كان في أسناني شيء من العصب وعالجوني ولم نجد أي شيء، وإن زيارات إن شاء الله متكررة على هذا. أبناء قطاع غزة السريع زرت المخيم، مذكرة سلمتها رئيس الديوان، رئيس الديوان وزر راسل رئيس الوزراء، خاطب 4 وزارات، وأتلقى التغذية الراجعة، والآن لنا لقاء مع وزير التنمية، ويوم الخميس إن شاء الله مع وزير الداخلية بخصوص الجوازات. وبارك الله فيكم. بلدي كنا نطرحه في القوانين وفي الرقاب على الحكومة، كيف استخدمنا وسائل الرقاب المتاحة للنائب، القضايا العامة وكيف تعاملنا معها، وقضايا المحافظة. هذه 4 مجالات التي مصدرت كل نائب، وليس المجالات التنفيذية. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني المناهج، التواصل الشخصي مع النواب، تسليم تقرير الفصل الأول والثاني. ما زلنا أيضا على خصم مع لجنة التعليم، ولنا غدا لقاء موسع مع وزير التربية والتعليم بكل وسائلنا والتوعية. أظن أنه وصول المعلومة وشمول المعلومة والبحث وتقديم المعلومة، أظن أنه يمكن تعتبر هذه أكبر القوة المحركة لموضوع المناهج داخل قبة البرلمان. متفائل بوجود الرزاز، يعني هو كل الخطورة اللي أنا بتمنى أنها ما تتأصل فينا. نحن نتحدث عن وزارة التربية والتعليم ومؤسسة، وأتمنى أن نرى هذه المرة مؤسسة تتكلم ومؤسسة تبني ومؤسسة تقرر وليس شخصا يقرر. أكثر المآخذ كانت على الوزارة السابقة أن الوزير هو من يفكر ويقرر وينفذ ويراقب ويحاسب، وهذه أخطر شيء، أن تجمع جميع أدوات العمل في يد سلطة واحدة. يمكن هذه كانت الخلاف الأساسي. شكرا لكم. هنالك ثروة معدنية زالت عنها روح قديمة قبل يومين وأجيبت عليها، ثروة هائلة. هنالك طاقة وطاقة بديلة، هنالك طاقة الرياح، طاقة الشمس،
هنالك الصخر الزيتي، هنالك الفوسفات، البوتاس، الاسمنت، هنالك السيليكا، هنالك كل موارد الثروه الموجوده. عندنا اربع مواسم سياحيه، عندنا صناعه، تجاره، نقل، زراعه، عندنا تكنولوجيا معلومات، عندنا طب، عندنا تعليم، عندنا خدمات هائله جدا اذا اطلقت بهم حقيقي اردني وبفريق مخلص وجاد وعمله ليل نهار ان ينهض بالدوله. المساله ليست صعبه ولا صعبه، لكنها ليست مستحيله. مره اخرى اعبر باسم كتلتي الطيبه واخواني وزملائي وزميلاتي عن بالغ شكرنا وتقديرنا لهذه الاسره الطيبه الاعلاميه، ونرجو ان يكون التواصل بيننا مستمرا، ونرجو ان نكون بكم ومعكم على هم مشترك هو هم هذا البلد الطيب. نحن لا نغضب ولا نضيق ذرعا بالنقد الموضوعي، ولكن ايضا اعذرونا وساعدونا على ان توجه الاسهم لمن يستحقونها، لا لمن يجتهدون ليلا نهارا على اصلاح شان هذا البلد وتامين لقمه عيش مواطنيه بكرامه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ضمن للأنباء قمر الحقيقة.